استعدادات الولايات المتحدة إلى إعاقة عمل المجلس للتصدي للوضع الكارثي في غزة، ودعمت طرفا من طرفي النزاع لكي ينفذ أجندته على حساب أرواح الفلسطينيين. اليوم كان يمكن للمجلس أن يتوحد وأن يدعو مجتمعا إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وإلى حل للمشكلة الإنسانية الكاملة والمعقدة التي يواجهها الفلسطينيون. الولايات المتحدة تدعي أنها تعمل لصالح المنطقة، ولكنها صوتت ضد مشروع القرار الذي أيده معظم البلدان والذي كان ليخدم مصالح المنطقة. وكان بإمكاننا اليوم أن نطالب بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة، وأن نطالب كذلك بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن. من غير المقبول أن تقف الولايات المتحدة في وجه هذه الطلبات وأن تحول دون إنقاذ الأرواح في أسوأ أزمة إنسانية شهدناها. نحن لا نحتاج أن تلقي الولايات المتحدة محاضرات علينا، فالخبث هو ما يميزهم يوميا. فهم لا يحترمون سيادة الدول ويفرضون بلا حياء قواعدهم الخاصة ويتدخلون في الشؤون الداخلية للدول، ونتيجة لذلك عشرات آلاف الأرواح المدنية قد أزهقت. نحن نتابع الوضع عن كثب وسنستمر في التنديد بالانتهاكات وبالمسؤولين عنها، ولا سيما الولايات المتحدة. يجب أن نستمر في إسماع صوت الشعب الفلسطيني الذي يطالب بالسلام والرخاء والعدالة. ولا يمكن للولايات المتحدة أن تقف في وجه ذلك. ما اقتبسته للتو هو اقتباس مأخوذ مباشرة من بيان الولايات المتحدة البارحة خلال التصويت على قرار بشأن السودان، وبرأينا هذا الاقتباس يأتي في مكانه، ونود أن نشكر.